بنتي العزيزة، سيدتي العزيزة، تبقي قاعدة في مكان مع راجل، سواء في مجال العمل أو سواء في الجامعة، أو قاعدين مع بعض في أي كافيه بتتكلموا مع بعض، أو حتى عريس جاي لك وبتتكلموا مع بعض، جسمه بعد شوية بيفضحه وبيبين إن هو بيبصلك وبيتخيلك خيالات جنسية، وبدأ يتخيلك في العلاقة أثناءها، وبدأ يعيش أحلامه الوردية في أوضة النوم في خياله. جسمه بيفضحه، هو ذات نفسه ما بيعرفش إن جسمه بيفضحه من غير ما ياخد باله. عشان تعرفي هذه العلامات، أنا اخترت مجموعة من العلامات، هم علامات كتيرة، لكن أنا اخترت مجموعة من العلامات التي لا يمكن أن تخطئها العين أبداً، لأن في علامات تانية بتشترك في حاجات تانية مع لغة الجسد ومحتاجين فيها خبرة كتيرة. ولكن أول حاجة لازم تبقي عارفاها وانت بتحللي لغة الجسد ده، إنك انت وانت قاعدة مع هذا الرجل أول مرة وتاني مرة، ولو لقيتي هذه العلامة، تابعي الأول هو بيتكلم مع الناس التانيين إزاي، عشان في حاجة اسمها باترون سلوكي، وهو قاعد بيتكلم بيعمل في العادي مع الرجالة ومع الناس التانيين العلامات دي. لو هي إذن دي طبيعته، لو هي لأ إذن بدأ يفكر فيكي ويسرح فيكي ويتخيلك. تبقي قاعدة في أمان الله وبتتكلمي معاه. الطبيعي وأنا قاعد بتكلم مع حد، لو أنا عايز أركز معاه قوي، جسمي بيعمل بيندينج فورورد وأنا بتكلم معاه، جسمي بيعمل بيندينج فورورد، أنا كده مركز. لكن لما يكون بدأ يتخيلك الخيالات الجنسية، هيعمل بيندينج فورورد زائد الإبهام، ده هيبقى كده، ويبقى قاعد بيندينج فورورد وهو قاعد عامل كده، مش عارف اجيبها، استنى، يبقى قاعد عامل كده تاني، كده، يبقى قاعد عامل كده بيندينج فورورد كده وايده عامله كده، يبقى ده الوضع اللي هو قاعد بيندينج فورورد وايده عامله كده. شايفين الابهام ده بيلعب زي السمك البربوطي ازاي بيعمل كده؟ ده الابهام. اليمين ولا الشمال؟ عادة هتلاقوه الشمال، عادة 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 عادة، ولكن ليس بشرط، ولكن ممكن يعمل ايده اليمين كده وهو بيندينج فورورد كده. نرجع مع بعض فوق تاني. العلامة التانية، الطبيعي ان الراجل لما بيكون عقلاني بيحط رجله اليمين فوق رجله الشمال، ادي اليمين محطوطة فوق الرجل الشمال، ده الرجل العقلاني. لكن لما يكون العقلاني هو بيكتب عادة بإيده اليمين، سيبك من عقلاني أو مش عقلاني، الرجل اللي بيكتب بإيده اليمين بيحط إيده اليمين رجله اليمين فوق رجله الشمال. لكن لما تلاقيه حط رجله الشمال فوق رجله اليمين، ده وضع طبيعي؟ أيوه، ده ممكن يكون وضع طبيعي جدا. اللي يخليه مش طبيعي لو لقيتيه شبك إيديه كده وراح حاطط لك إيده متشبكة كده. نزود عليها علامة تانية، لما تلاقيه قاعد عامل لك كده، ادي الابهام طلع هنا وادي الابهام طلع هنا، يبقى رجل الشمال زائد التشبيكة دي زائد التشبيكة دي، ادي كده حالة. الحالة التالتة ان هو رجل شمال تشبيكة وبدأت الابهام بتاعه يطلع، وهو لسه حاطط رجل على رجل، ممكن يحط وضع رجل على رجل الامريكاني كده، الوضع الامريكاني اللي هو بيسموه وضع الاربعة الامريكاني، يبقى حاطط رجل على رجل كده وحاطط ايديه الاثنين كده، ده معناها ان هو بيخبي، ادي عواطفه اهي شغاله، وحاطط وضع الاربعة الامريكاني اللي احنا بنسميه قلة الادب لما تقعدوا مع الكبار، تمام، وحاطط ايديه الاثنين كده، وتلاقي الابهامات بتاعته عماله تلعب كده، او تلاقي الابهام، يبقى المفتاح هنا ايه؟ هو الابهام، هو عمال يتحرك كده. في وضعيه ثالثه، ايوه، ممكن وانت قاعده بتتكلمي معاه، تمام، يروح عامل ايده كده وتلاقي الابهام بتاعه طلع كده، يبقى برضه كده معناها انا بحاول اداري واخبي اللي بيدور جوايا، ولكن جسمي عامل ايده كده والصباع ده طلع كده. طب لو هو قاعد عمل ايده كده عادي كده، مش هتبان لك بقى، يبقى هو ابهامه بيلعب من تحت وانت مش واخده بالك. ممكن يحط ايده كده، ده معناها ليها حاجه تانية في لغه الجسد خالص مش هنتكلم فيها عشان ما نتوهش، ولكن العروسه هي الابهام. طب لو قعد عمل كده وابهامه تحت مستخبي، ده مش هنقدر ناخد بالنا منه. ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن وانت قاعده بتتكلمي يحط ايده كده. ايد كده دي ملهاش اي علاقه بالرغبه الجنسيه خالص، ولكن لو عمل كده
ايه بقى لو عمل كده؟ بصوا كويس اهو، المناخير باينة او مترطقة بره احد الصوابع، دي معناها ايه؟ المناخير هنا الجسم بيقول لك المناخير دي ترمز للمناخير اللي تحت، ماشي؟ وهو لسه لم يصل الى مرحلة الانتصاب، لكن خيالات وسعت جدا، فعمل كده زي ما يكون بيخبي وشه لانه بيتخيل حاجة جوه، لكن فاتح المجال للمناخير اللي تحت ان هي تؤيركت تنتصب. اول ما يعمل ايده كده والمناخير تستخبى، تعرفي انه بيديك اشارة ان المناخير اللي تحت بدأت تبربر، قصدي بدأت تشتغل يعني، فحصل له نوع من انواع السيمي اريكشن. الراجل فينا ما بيحبش ابدا انه يتفضح في هذا الامر، فبالتالي بيفضل قاعد في مكانه لحد لما يبدا جسمه يهدى عشان يبدا يتحرك من عند الفضيحه. ولكن لما يكون قاعد في الوضع ده وهو حاسس بان بدات تحصل له حاجه، فتلاقيه قاعد عمل كده وخبى ايده وخبى وعمل كده وراح مخبي مناخيره كمان معاه. الوضع الشهير بقى اللي هو بيكلمك وعامل كده، الشفة اللي تحت دي شفة المشاعر، كل ما هي مشاعر فبيبدأ يضغط عليها، يعني من فضلك أيتها المشاعر اللاتي اسكتي عشان عيب ان انا اتكلم، عيب ان الست دي تحس ان انا بشتهيها. العينين مرة واحدة هو بيكلمك في اي لغة، في اي وضعية من وضعات اللغة الكذا دي، وهو بيسمعك تلاقي راسه راحت شمال شمال وهو بيكتب بايده اليمين، خلي بالك بيكتب بايده اليمين وراسه راحت شمال، معناها انه بيفكر في كلامك بالعاطفه وممكن يكون سرحان، وهتلاقي عينه برقت مره واحده وبعد كده عينه بدات تغمض. عينه برقت مره واحده زي ما يكون العرض المسرحي او العرض السينمائي اللي بتخيله بان، وبعد كده بدات تتيأل ان الفيلم بدا يتعرض. في ايه تاني ممكن نقوله؟ نكتفي بهذا القدر من موضوع لغة الجسد. في سؤال مهم جدا بس اجاوب عليه بسرعة، بنت من بناتي بتقول لي انت قلت في احد تعليقاتك ان الولد المؤدب قبل الجواز له مشاكل عديدة بعد الجواز، والولد الصايع بعد الجواز بيبقى احسن، الولد الصايع المرقع الشديد الخبرة قبل الجواز بيبقى احسن بعد الجواز. ليه؟ لان هي مرحلة وهنعديها، لو ما اخدش مرحلة الرغبة والتعددية والتنقل من بنت لبنت لبنت قبل الجواز، هيدخل في منتصف في أزمة منتصف العمر الرجالي، ويبدأ يتطلب تعدد العلاقات أو يطلب تعدد العلاقات بعد الجواز. ده مين؟ المؤدب. أما اللي خلصها بدري 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 وشبع منها وزهق منها بيبقى عايز يستقر. يعني أنا يا كابتن أختار الولد الصايع الفظيع المقطع السمكة وديلها أحسن؟ أقول لك لأ، ولا يزال الخير في أمتي إلى أن تقوم الساعة. برضو المؤدب حلو، حتى لو بدأ يخش في أزمة منتصف العمر هيطلع منها ويرجع يقعد عندك تاني، لو أنت عرفتي تخليه يقعد عندك تاني. كوني حريصة جدا في لغة الجسد. في بقى لغة جسد البنت اللي هتموت عليك ويطلع عينها عليك علشان خاطر بتفكر فيك زي ما انت بتفكر فيها. نعملها حلقة ولا نخبي ونستر؟ وكفى الله المؤمنين شر القتال. وعدي يا ليلى، هسيب البنات هي اللي تقول. لو بناتي قالت لي زيع هزيع، بس انا مش هزيع عشان اعلم الولاد، انا هزيع عشان اخليكي تاخدي بالك ما تعمليش الحركات دي، لان الدنجوان والكازانوفا بياخدوا بالهم منها جدا جدا. والى اللقاء. 9 دقايق يا ابن الرغايه.